نحن هون جسرين بناية بعرف نزل فيها صواريخ. ايه صواريخ شو مين ضربهم؟ مين؟ الله لا يوفقه هذا بشار، مين بده يضرب غيره؟ طيارة. طيارة ايه. طيارة حربية. ايوه. كنتوا موجودين هون؟ كنا بالبيت. لما نزل الصواريخ شو سويتوا؟ شو سوينا؟ صرنا نصرخ والبيت صار فيه زلزال وصار دخان وغبرة وما عدنا شفنا شيء يعني. الله لا يوفقه. كلها يعني هي شو بقولوا بدقيقتين ثلاثة هذا كل هالحكي بدقيقتين ثلاثة ايه؟ اللي صار الخراب هذا. ايه. يا لطيف. يعني منظر ما بينوصف لحدا، يعني الحكي غير الشوف. اي نعم. فكتير كتير يعني تأثرنا نحن كتير يعني فوق الدمار الرعبة. طب كان يعني كان في مظاهرة شي تحت؟ كان في شي حدا؟ ما في شي. مسلحين؟ ما في شي. ما في شي بالحارة كلها ما فيها شي. نحن تفاجأنا انه ليش ضربوا يعني الابنة كلها ما فيها شي. ايوه فجأة يعني هي. لا قاعد سوار فيها، لا قاعد حدا فيها، ما فيها شي، لا مظاهرة أيوة. ولا شي. ما في العالم البناية كلها فاضية يعني هون سكان؟ في سكان هون شيء؟ ما في العالم أكثرها هربانة يعني بينعدوا على الأصابع الموجودين. لا حول ولا قوة. عندك شيء أطفال؟ عندي 3 أولاد كلهم. الله يسلم لك ياهم يا رب. كلهم أكلوا رعبة. لا حول ولا قوة. هذا اللي صار يعيط، هذا اللي يبكي، والله بالليل ما ناموا يعني كله ما بعرف شو. لا حول ولا قوة إلا بالله.